انا فرحانه بزاف لانني خديت المركز الاول، لانه غادي الحمد لله المشروع ديالي هو لا كولتور اور سول. المشروع ديالي كيف ما قلت لك هي لا كولتور اور سول ايطاجير، يعني حنا فلاحه واخا ما عندناش لاسباس، غير اسباس صغير كنديروا هاد الفلاحه ايطاجير، يعني كنغانيو لاسباس. جاتني الفكره مع انا في الاول كنت فلاحه يعني بسيطه، كنخدمت انا بديك الفلاحه التقليديه، ولكن لقيت ما مخرجانيش، بقيت كنفكر خاصني نلقى الحل. الحل ديالي هو ان ماشي غادي ندير الهجره، فكرت بانني خصني نخرج راسي لان تبارك الله عندي وليدات، يعني خصني نلقى الحل لراسي. بقيت كنبحث وكندير التجارب ديالي يعني مده 12 عام، والحمد لله يعني وصلت بهاد النتيجه هذه، ولقيتها هو الحل ديال الفلاحه والكل فلاح. وهاد الفلاحه هذه ماشي بالضروره ان نكون انا فلاحه ونكون في الباديه، يعني نقدر في المدينه، نقدر في الجبال، نقدر في البحر. الدعم ديالي هو انه يعني حتى هو فلاح، وبجوجنا الراس على الراس، واي حاجه كنتشاوروا فيها واي حاجه يعني بحال الحمد لله. هو انا وياه هنا في المشروع، يعني بجوجنا الا ضرينا غنضروا بجوج، ولا نجحنا غادي الحمد لله غننجحوا بجوج. والحمد لله هذا المشروع هذا يعني غادي يدير واحد الفرص شغل، وخدامين معايا الحمد لله نساء تما كيستافدوا. خدامين معايا دابا ثلاثه ديال النساء وثلاثه ديال الرجال اللي خدامين معايا، والحمد لله هاد الفلاحه هادي يعني غادي تفتح فرص شغل للناس اللي متواجدين في مناطق جبليه ولا في اي منطقه، يقدروا يخدموا بهاد لا تكنيك هادي. هو بصراحه انا الحلم ديالي يعني كتجي، يعني خاصك تكوني كتبغي واحد الحاجه، انا الفلاحه في الدم ديالي، دايزه ليا في الدم ديالي واحد الحاجه كنبغيها، والحمد لله الانسان اللي كان تيبغي واحد الحاجه الحمد لله غادي يوصل.